دربتها وحبتها وتقدمت لها وخطبتها كل ده في شهرين. في الأول كانوا متساهلين في طلباتهم جدا، شقة أجار تمام، فرح عادي موافقين، شهر عسل في الغردقة ماشي. بعد الخطوبة كل ده اتغير، الشقة بقت تمليكه في كومباوند، والفرح بقى في اوتيل 5 نجوم، والدي جي بقى مطرب مشهور، حتى شهر العسل بقى تايلاند بدل الغردقة. واذا كان عاجبني تايلاند اتصرف بقى انت، شوف هتعمل ايه. بدأت اخش الجمعيات واخد قروض واستلف كل ده عشان ارضيها وارضي مامتها. انا كنت خلاص اتعلقت بيها، ويا ريت كان عاجب. على طول مش راضية، لا عن خروجاتنا ولا عن شبكتها ولا عني انا شخصيا. طول الوقت بنت عمي خطيبها جاب لها ايه، صاحبتي جوزها عمل لها ايه. اتحطيت في ضغوط نفسية ومادية مفيش شاب لسه بيبتدي حياته يستحملها. وبعد كل ده جه البنك شاب شكله مرتاح ماديا، وبدأت ألاحظ انها بتتغير من ناحيتي، وبدأت ألاحظ برضو اهتمامها واهتمام مامتها بالشاب. لما اتكلمت بهدلوني، ومش بس كده، دي مامتها ابتدت تهددني انها تأذيني في شغلي وسابتني. وبعد ما سابتني باسبوع كانت مخطوبه للشاب ده. طبعا بعد ما سبيتك اتأذيت من جواك، فقدت ثقة في نفسك وما تتخيل. حسيت ان انا ولا حاجة. ممشيش بدري ليه عاد؟ كنت حبيتها، ما قدرتش اعمل كده بصراحة. طب طالما حبك ليها كان كبير كده ومش قادر تمشي، فصلتش منها ما بتالي دي ما خدتهاش لوحدها ووريتها الحاجات الكويسة اللي فيك ومميزاتك؟ ليه ما قلتلهاش ان الفلوس بتروح وتيجي، اهم حاجة ان المعدن موجود؟ حاولت بس ما قدرتش للأسف. بس منها طيبة عادل، ولو كنت اتكلمت معاها كانت هتسمعك. كنت اعرفها؟ اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.